بصي، انا عارفه ان انت اتكلمتي في الموضوع ده قبل كده، بس انا عايزه تفاصيل اكتر، لان اليسيا مصر يعني بجد، والمصريين، انا ما كنتش بجاملك فعلا، ما احنا مش حاسين ان انت مش مصريه او مش واحده مننا. يعني دايما كنا نقول حتى الحروب اللي عدت على مصر وغيره، الناس اللي بتتاثر والحضارات هي كانت بتتاثر بمصر، مش المصريين اللي بيتاثروا او مصر كانت بتتاثر بغيرنا. فاحنا دايما لازم بنسيب علامه، وده حصل يمكن مثال حي في الوقت اللي احنا فيه مع اليسيا، جايه من بلد مختلفه تماما، بلجيكا وايطاليا وميكس جميل وثقافه تانية، جايه عندنا مصر اتأثرتي بشكل كبير وبقيتي واحدة مننا بسرعة. الحكاية دي اللي هو البريدجينج بين الكالتشرز حصل معانا ازاي؟ انا عايزة أبدأ. بصي، انا هبيت مصر على طول عشان انا شفت ان في مصر فيها انسانيه. لكن في انتي اوروبا جيتي مع ميشيل في الأول ولا هو جه لوحده؟ يعني لما جه ميشيل يانكن في الأول خلاص كان جه مع فايولت، ميشيل كده، جيتي معاه ولا لا كانت فكرة انك تسيبي بلدك وتيجي هنا لسه بالظبط بالنسبة كده. لك؟ انا جيت في اجازه 2 years ago، سنتين سنتين. فاتوا. فأجازة كده يعني 1 week، وبعد كده الوان ويك قلب خلاص 4 سنين كنت عايزة أعيش هنا، ولايف تايم. عشان أنا حسيت إن في حاجة هنا، في طاقة مختلفة، في إنسانية. لكن في أوروبا يعني في عملية عملية، حياة في عملية أكتر. الناس بيكون في روتين. أيوه. هنا كل يوم حاجة مختلفة.